هل لو انا تخيلت انه في واحد دلوقتي في محافظة المنيا مثلا وبيقول يا اخوانا انا الظروف الاقتصادية بقت صعبة، انا مش عارف ايه غلي عليا الى اخر الحاجات اللي مشتكي منها ديت، حضراتكم ترد عليه تقول له ايه؟ تقول له اه يعني حصل الغلب بس لازم مع ذلك برضه ننزل نشيل. هقول لحضرتك اتفضل يا احمد بيه. كل الناس بتعاني بتعاني، بس احنا بطبيعه البشر وبطبيعه الحياه اللي بنعيشها كافراد ان اي اصلاح لازم يسبقه تعب واجتهاد. اي تغيير لواقع ضعيف لوضع اقوى انت بتيجي على نفسك. انت حتى في بيتك ووسط عيالك لما تيجي تعمل مشروع تزود بيه دخلك، ما انت بتقتطع من مصروفات بيتك وبتعمل قرض وبتعمل بتاع، لازم تشعر بحجم المعاناه المبدئي ده. الناس مدركه ان الوضع كان ممكن يبقى اسوء. الناس مدركة ان الخطة اللي جاية في ان انا اسس لدولة بكيانات اقتصادية معروفة، كيانات اقتصادية انا عندي دلوقتي مثلا مصنع اسمنت بني سويف 6 خطوط انتاج بينتج اكبر مصنع في الشرق الاوسط بانتاجه 35,000 طن يوميا. لما اجي اقول المنيا هيبقى فيها مدينة غزل، المنيا هيبقى فيها منطقة حرة، ده انا بكلمك على مشروعات دخلت حيز التنفيذ غير المشروعات اللي تحت الدراسات. لما اقول لك المنيا فيها مصنع بنجر باستثمار اماراتي $1 مليار اي بمعادل 16 مليار مصري. كلها دي كيانات اقتصادية، انت اصبح عندك دلوقتي كيانات اقتصادية تقدر تبني عليها دولة، عندك يعني كل المعطيات دي بتشجع الناس ان اللي جاي احسن. النائب مجدي